تعددت أشكال الخطاب الشعري والنثري لسعاد الصباح تجاه عبد الله المبارك، فهو مرة المعلم الذي يأخذ قداسة المعلمين والحكماء، وهو مرة الصديق الذي يسمع ويستوعب ويناقش، وهو أحيانا الأب الذي يداعب طفلته ويعرف جنون أعاصيرها، وهو ما أكثره وما أوسعه في قلبها وفي ذاكرتها وفي مساحة الجغرافيا والتاريخ. عندها قالت له شعرا: مر تجدني أجعل الليل إذا شئت فجرا، والخريف الجهم نيسانا وألوانا وبشرى، يا حبيبي لا تسل ما لون حبي أنت أدرى. وفي سؤال